معانا عبد الرحيم عبو. اهلا بيك يا عبو. الحليم. اهلا بحضرتك كابتن ايسر. ازيك عبد الحليم، كله تمام؟ الحمد لله تمام. قول لي يا عبد الحليم، يعني تحب تقول ايه لنجومنا اللي في الاستوديو سواء محمد رؤوف او عبد اللطيف عثمان، تقول لهم ايه؟ طبعا مهما اتكلمت ومهما قلت يعني طبعا كابتن عبد اللطيف عثمان وكابتن محمود رؤوف دولت ناس حبايبي وناس محترمه، ومش عارف ازاي الفتره الجايه ديت هنتعاملوا من غير محمود رؤوف في الفرقه ومن غير عبد اللطيف عثمان. بصراحه دولت قبل ما يكون اخوات اصحاب ده ناس كبيره ونجوم فرقه وناس يعني فرقه كده فيها قائد واثنين وثلاثه، الفرقه اللي بيتقال عليهم قائد واثنين وثلاثه. فبصراحه يعني الفتره الجايه دي هنبقى مستقبلين الكلام ده كله والله بصراحه. طب قول لي يا عبو، طب يعني اكيد انت لعبت معاهم واكيد كان في امور بتحصل في اوضه اللبس، لان احنا اتكلمنا عن اهميه اللعيبه الكبار في اوضه اللبس. يعني كلمنا عن الدور ده والدور اللي قاموه بالذات نجومنا سواء رؤوف او عثمان من الدور ده، يعني ايه اللي يعني هل انت شايف ان دورهم ممكن حد يستلم منهم الرايه ولا لا؟ والله بقى هو الدور اللي كان فيفا ماشي بيه، فيفا وماشي بيه ورؤوف الفتره اللي فاتت ده كان دور بيحاول يعني انا مثلا كعبه مثلا حصل مشكله مثلا مع حد مع لعيب مع ظروف ماتش مش وحشه، فلاقي فيفا هو نفس المركز يقول لي تعالى لم الناس ولم اللعيبه لم محمد عادل، لا ده ده انتوا وانتم وانتم وانتوا اللي هتعملوا وانتوا اللي هتخلوا، انت ما ينفعش تقفش كده. وانت كنت تحس ان هو مدرب مش لاعب. صحيح. ده بصراحه يعني هيبقى مفتقدينه، ويا رب يعني ان شاء الله كده يكون في خليفه فيفا ورؤوف في الفرقه الفتره الجايه ان هي تقوم بدور ان تلم الفرقه وتبقى زي ما احنا ماشيين ومتعودين على كده يعني. طب شد حيلك يا عبو بقى، ما انت الدور اهو، ما انت معانا. شد حيلك، ما انت معانا، انت ليه بتقول يعني احنا عايزينك انت اللي تقوم بالدور ده يا باشا. حليم استفاد عليا ده كده بس. حليم انا هديك السيستم يا حليم. لا ده السيستم ده يا كابتن تيفا ده عاد فلوس بصراحه. حبيبي يا حليم هيديك الزتونه يا عم ويقول لك تعمل ايه، بس انت قول انوي بس وتوكل على الله. لا هو دايما يقول لي مش هتديني السيستم. لا بصراحه لطيف عثمان راجل محترم جدا يعني انا بحبه. الله يخليك. يعني مش عارف بصراحه يعني الفتره الجايه يعني هيبقى عبد اللطيف ازاي مش موجود، وطبعا كابتن محمود رؤوف يعني الاحترام والادب والاخلاق بصراحه انا بكلمه كل مدى كده اقول له اوعى تنساني لازم انكشك وتنكشني كده. الجميل يا عبو ان انت بتلعب في نفس مركز عثمان، وبالرغم من كده يعني ما شاء الله العلاقه بينكم قريبين لبعض يعني. لا احنا كنا منافسين من بعض عادي الكلام ده عادي. يعني بس عشان قدام الكاميرا. طب قول لي يا عبو معلش، يعني انت ماتش الكاس كنت متالق جدا جدا وشفناك بتلعب بحماس، يعني انت كنت من اللعيبه اللي فايقه اليوم ده يعني. اتفضل. لا ده انا عايز اسمعك لان انا كنت شفتك بتلعب بحماس وكنت عايز تدي مثلا يعني ماتش اهلي وزمالك وواحد موجود في النادي الاهلي بقاله 10 سنين لما اشوف مثلا دروب مثلا حصل في الفرقه كده وانا مثلا والناس بتلعب وانا نازل، فانا ما عنديش غير اختيارين، لا اما اموت نفسي لا اما استسلم، فهو المنظر مش كويس يعني. انا عاوز انزل عاوز اعمل المستحيل. انا عايز اقول لك ان انت كنت السبب من الاسباب طبعا ان الماتش تعدل من 2-0 ل 2-2 عليه في النادي الاهلي، وهو ده مثلا اللي عبد اللطيف عثمان كان ماشي بيه، هو ده اللي كان رؤوف ماشي بيه، هو ده اللي يعني رؤوف كل شويه يقول لي ماشي كويس. يعني رؤوف كان معايا في الماتش ده عمال يقول لي ما كمل يا حليم كمل يا حليم، وانا يعني دماغي كلها ان انا عاوز نعدوا من النقطتين اللي احنا فيهم دولت، ازاي احنا وصلنا للمرحله اللي احنا فيها دي. فهي كان حاجه غريبه الصراحه، والحمد لله يعني ان شاء الله برضه باذن الله يعني ما تتكررش تاني يعني. انت عملتوا اللي عليكم يا عبد الحليم، وربنا يوفقكم في اللي جاي. عبد الحليم عبو نجم الفريق الاول للكره الطائره، بشكرك شكرا جزيلا يعني.